أهلا بكم في هذه الحلقة من عين على البحرين. شركة زين البحرين تستعد لطرح حصة من أسهمها في اكتتاب عام بنهاية العام الحالي، وأيضا نستعرض معكم مشهد سوق العقار البحريني بنهاية الربع الأول. تابعونا. أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2013، إذ حقق البنك أرباحا صافية بلغت 13 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتعود الزيادة في صافي أرباح البنك إلى النمو في صافي الدخل من الفوائد، حيث حقق البنك نموا في صافي الدخل من الفوائد بلغ 12% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 17 مليون دينار بحريني. وأظهرت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت نموا قويا بلغ 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 3 مليارات و200 مليون دينار بحريني في 31 مارس 2013. ونمت ودائع العملاء بنسبة 12.7% لتصل إلى 2.2 مليار دينار بحريني. توقع كبير الاقتصاديين العالميين في ستاندرد شارترد بانك توقع نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 5% خلال العام 2014، مبينا أن زيادة الانتاج النفطي من حقل أبو سعفة خلال العام الجاري بنسبة 4.5% ستسهم في تحقيق هذا النمو. وذكر أن العامل الأساسي لاقتصاد البحرين هو النفط الذي سيعمل على تقليص حجم الديون. يشار هنا لأن البحرين وطبقا لبيانات رسمية قد حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط يبلغ 4% سنويا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي الذي يدور حول 3% سنويا. كما أن معدلات البطالة في البحرين تراجعت من 16% خلال العام 2006 لتسجل 4% فقط خلال العام 2012. أعلنت شركة الاتصالات البحرينية بتلكو أنها طلبت من بنكي بي إن بي باريبا وسيتي بنك ترتيب مجموعة من اللقاءات مع كبار مستثمري الدخل الثابت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لتسويق إصدار مرتقب لبتلكو من السندات التي ستستغل في تمويل عمليات استحواذ كانت قد أعلنت عنها بتلكو مؤخرا. وأوضحت بتلكو في بيان لها أنها تخطط لإدراج هذه السندات في بورصة أيرلندا ابتداء من مايو المقبل 2013، وأن قيمة الإصدار ستحدده ظروف السوق. وكان الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو قد ذكر في لقاء سابق مع CNBC عربية، ذكر أن الشركة لديها الرغبة في إصدار سندات قد تصل قيمتها إلى مليار دولار بعدما دفعت ما يقرب من 680 مليون دولار للاستحواذ على شركات اتصالات تابعة لشركة كيبل أند وايرلس البريطانية في عدد من الجزر. قمنا بترتيب قرض مرحلي بريدج فاينانسينج من خلال بنوك عالمية، بنكين قائدين لهذه العملية، بنك بي ان بي باريبا وكذلك بنك سيتي بنك، هم اللي قاموا بتمويل المرحلة الأولى من هذه الصفقة. بالنسبة للموافقة من المساهمين لطرح عملية السندات هذه، الخيارات مطروحة أمامنا. اليوم في أسواق السندات، السندات الإسلامية أو الصكوك، الكلفة للاقتراض عن طريق الصكوك أقل بنسبة ضئيلة من مقارنة بالسندات العادية. في وقت من الأوقات كان الفرق كبير، فكان من الأفضل إصدار الصكوك، ولكن بتقارب كلفة القروض هذه يمكن السندات العادية تكون أفضل للشركة. فإحنا ندرس السوق طبعا وقت اللجوء إلى أسواق المال ونرى الأفضل ما هو الأفضل إلى الشركة ونقرر على ذلك. وبخصوص تواجدكم في أسواق منطقة الشرق الأوسط، هل هناك مشاريع للتوسع في المنطقة أو زيادة حصص تملك في بعض الأسواق؟ ما هي خطط أيضا بتلكو لمنطقة الميدل إيست؟ طبعا احنا أسواق المنطقة أسواق مهمة بالنسبة لنا. إذا في فرصة لرفع ملكيتنا في بعض الشركات اللي احنا مساهمين فيها راح ندرس هذه الفرص طبعا بما يكون لمصلحة طبعا المساهمين للشركة. الآن طبعا احنا توجهنا ان احنا ننوع مصادر الدخل،
والنوع الأسواق اللي احنا نعمل فيها. لذلك توجهنا إلى أسواق فيها نوع من البروتكشن، ناتشرال بروتكشن، أسواق صغيرة مثل هذه الجزر اللي طبعا تحد من عدد المنافسين اللي موجودين. هذا لا يعني ان احنا طبعا نهيمن على هذه الاسواق، ولكن هذه الاسواق تعطينا دخل ثابت ليس فيه منافسه شديده، وطبعا نحرص ان احنا طبعا نقدم افضل الخدمات للزبائن الموجودين في هذه الجزر على اساس انهم يواكبون التطور اللي صاير في باقي دول العالم. ونبقى في قطاع الاتصالات البحريني، حيث قال لنا رئيس التنفيذي لشركة زين البحرين أن الشركة ستنفق 200 مليون دولار لتحديث شبكاتها في البحرين خلال العامين الحالي والقادم. وأكد أيضا عزم شركة زين البحرين طرح حصة من أسهمها في اكتتاب عام بنهاية العام الحالي استجابة لشروط الترخيص الممنوح لها من الحكومة البحرينية. جاء ذلك على هامش تدشين شركة زين البحرين لشبكة الجيل الرابع بحلبة البحرين الدولية لسباقات السيارات، وأيضا إعلانها عن استعادة التعاون التسويقي والفني مع شركة فودافون. المزيد في اللقاء التالي مع رئيس التنفيذي لشركة زين البحرين. اليوم تدشين خدمة الفور جي تأتي مع مجموعة خدمات سوف تقوم، أو مع مجموعة مشاريع راح تقوم شركة زين البحرين بتنفيذها. حجم الاستثمارات المتوقعة لسنة 2013 حوالي 100 مليون دولار استثمارات كاملة، وأيضا في السنة اللي بعدها في 2014. فالمشروع لن نتوقف عند الفور جي هنا، بس في تحديث أيضا للشبكة للبنية التحتية، فحجم الاستثمارات ضخمة وتكون بحدود 100 مليون سنويا في حق السنتين القادمتين. اليوم نحن فخورون بتدشين خدمة الجيل الرابع في زين البحرين، لنكون الشركة الثالثة في المجموعة اللي دشنت الخدمة. المملكة العربية السعودية والكويت، شركة زين دشنت الخدمة للجيل الرابع. لماذا دشنا هذه الخدمة؟ لأن الخدمة تأتي كتكملة كمكملة لخدمات الموبايل السابقة، والهدف الأساسي من وراها هي طبعا توفير أكبر عدد أو توفير قاعدة لاستخدام كل الأبليكيشنز اللي موجودة في دنيا احنا عايشينها اليوم، اللي فعلا الديتا مهمة جدا. فلذلك تأتي اختيار خدمة الفورجي. ما هي توقعاتكم للمزايدة على الترددات الخاصة بالجيل الرابع في البحرين التي أعلن عنها ولكن لم يحدد موعد؟ وأيضا ما هي توقعاتكم في إسهام تدشينكم لشركة الجيل الرابع في زيادة الحصة السوقية؟ بكم تتوقعوا الحصة السوقية لزين البحرين؟ نعم، احنا نتكلم بصفة عامة مع التكنولوجيات المختلفة ومن ضمنها الجيل الرابع. كل شركة تحتاج إلى عدد كبير من الترددات، لو ما احتاجتها اليوم راح تحتاجها في المستقبل، لأن مع تقديم سرعات عالية هي تأتي يعني مع بعض، يجون مع يمشون مع بعض، السرعة العالية مع التكنولوجيا مع الترددات يمشون. فكل الشركات الاتصالات اللي موجودة في المملكة، شركات الموبايل، يحتاجون ترددات إضافية. فشركة زين كانت بتدخل المزايدة على أساس أنه تأخذ الترددات المناسبة اللي تشوفها في خلال السنوات القادمة راح تلبي احتياجاتها، وطبعا من ثم احتياجات العملاء عليها. بكم تقدرون الحصة السوقية لزين الآن وبعد أيضا تدشين الجيل الرابع؟ بكم تتوقعون حصتكم السوقية؟ سوق البحرين سوق متشبع، ويعني تقريبا كل شركة لها 30% قاصر زايد، يعني السوق تقريبا موزع بين الثلاث شركات، ساعة شركة تزيد ساعة شركة تقل، بس سوق البحرين سوق مشبع، سوق عالي في نسبة التشبع في الهواتف الذكية. يعني احنا في السنوات الماضية لقينا اقبال كبير يعني مهول مضاعف، يعني اعداد مضاعفة من عدد المستخدمين اللي استخدموا الهواتف الذكية، ومن هنا اتت يعني كل هذه الافكار بالنسبة لتوزيع الاستثمارات في البنية التحتية وكذا لكي تواكب هذه الاستخدامات العامة. بخصوص طبعا الموضوع الاهم الان هو توجه زين لطرح جزء من اسهمها في اكتتاب عام، في البداية هل تعتقدون ان السوق البحريني جاهز لتقبل اكتتابات عامة جديدة؟ متى تخططون لهذا الطرح؟ طبعا الشركة راح تقوم بإقامة مؤتمر صحفي خاص بهذا الخصوص في الوقت اللاحق. الشركة قائمة حاليا على إعداد كل ما هو مطلوب على أساس أن نقوم بالإجراءات هذه. احنا توقعاتنا أن
يعني تقريبا على نهاية السنة يتم هذه، لكن راح نقوم في راح نقوم بالإعلان عن كل الخطوات عليها. فإلى الآن قاعدين نشتغل يعني مثل ما يقولون عن الخطوات. طيب أخيرا زين تستعيد تعاونها مع فودافون، ما هو أفق زين الآن بعد استعادة التعاون ويعني نشاهد لوجو فودافون موجود الآن بجانب لوجو زين مرة أخرى؟ زين البحرين بالتحديد ما وقفت التعاون مع شركة فودافون، الشراكة موجودة من سنة 2003 إلى الآن، التعاون ما وقف يعني في خلال الفترات السابقة. حصل أن في تعاون على مستوى المجموعة بين شركة زين وفودافون، وامتداد للتعاون السابق اللي كان موجود هذه، فالتعاون على مستوى أكبر. طبعا احنا اليوم نرى جزء من الشراكة في التعاون هذا عن طريق هاي الاتفاقية مع فودافون، مكلارن مرسيدس موجودة، ومثل ما شفتوا السيارة راح الاسم زين راح يكون كاسم راعي موجود على السيارة في سباق البحرين الجائزة الكبرى. والشركة قائمة لأن جزء من الاتفاقية هذه تعطينا الخيار للتعاون في المجال التسويقي وأيضا في مجال البرودكتس والسيرفيسز اللي احنا شغالين بقوة مع فودافون عليها. ما هو أفق زين الآن بعد دخول يعني فودافون في هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة؟ من الواضح أن هناك يعني خطة معينة أو هدف تستهدفونه. طبعا هذه الاتفاقية لما استوت على المجموعة كانت على أساس أنه احنا نكبر مدى التعاون، يعني احنا لقينا ان في خبرات متبادلة ممكن فعلا نستفيد منها في عملياتنا هني. فالشركة تنظر نظرة جدية فعلا لكل البرودكتس السيرفيسز اللي موجودة، وش اسمه، وراح تستفيد ان شاء الله استفادة كبيرة، يعني والعملاء قاعدة العملاء عندنا راح يستفيدون من وراء هالخدمة. فاصل قصير ومن بعد نتابع مشهد السوق العقاري البحريني بنهاية الربع الأول، انتظرونا. So perfect, you'd hardly think they were made by humans. أهلا بكم من جديد. السوق العقاري البحريني بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2013 يبدو أكثر تفاؤلا ويبدو أكثر نضوجا. هناك ارتفاع ملحوظ أيضا في حجم التداولات العقارية بنهاية الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. الزيادة في التداولات العقارية جاوزت نسبة 30%. نستعرض مع ضيوفنا العقاريين في لقاءاتنا التالية مشهد سوق العقار البحريني بنهاية الربع الأول، تابعونا.
السوق العقاري كما هو معروف يمرض ولكن لا يموت، يظل قائم ومتحرك وقادر على النهوض مرة أخرى وبشكل أفضل. السوق العقاري البحريني مر بأزمة، مر بمشاكل، مر بتراجعات سعرية، تراجعات تداولية، ولكن لم يفلس أحد، لم نشعر بتفليسة عقارية أو انحسارات مالية، وهذا مؤشر إيجابي أن السوق العقاري البحريني لا زال صامدا، قادرا على البقاء، قادرا على تحقيق الوفرات المالية وإن كانت منخفضة نسبيا. ولكن نحن نشعر أيضا بأن بداية العام 2013 هناك بوادر وتحسن ملحوظ نسبيا، وخاصة في بعض المناطق في البحرين، مزيد من الشركات تتدفق للبحرين. هناك الآن توجه لدى الجهات المصرفية بإعادة النظر في قضية تمويل المؤسسات العقارية والتنمية العقارية البحرينية. حضرتك تقول أنه لم يفلس أحد، ولكن المشروعات المتوقفة أو المتعثرة منتشرة في أماكن كثيرة من البحرين. هذا التعثر شبيه بالإفلاس، هو توقف. لا يعني إفلاس، هذا لا يعني إفلاس، تعثر، إعادة جدولة العمل، إعادة جدولة الإنفاق المالي بالنسبة لهذه المشاريع. هناك أيضا توجه لدى الدولة بإنشاء صندوق لهذه المؤسسات المتعثرة، والآن هذا المشروع لدى سعادة الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر لدراسة إمكانية تقديم الدعم المالي وأيضا اللوجستي للمؤسسات المتعثرة العقارية القائمة في البحرين. الدولة البحرينية ستتحمل عبء الدعم المالي للمشروعات المتعثرة، المشروعات العقارية الكبرى. هناك مليارات الدولارات يجب أن تنفق في هذا القطاع. إذن لا يعني الدعم بمعنى تقديم المال، الدعم هنا تقديم التسهيلات الممكنة، حث البنوك على إعادة الجدولة، حث البنوك على إعادة ضخ أموال جديدة لمثل هذه المؤسسات بضمانات حكومية أو شبه ما يقابل ذلك. طبعا كل ما نتوجه إليه الآن هو أن يكون هذا الصندوق ممثلا لكافة الجهات المعنية بأمر العقار. هناك جمعية التطوير العقارية، هناك غرفة تجارية، هناك جمعية عقارية بحرينية، هناك بنوك، وهناك مطورين عقاريين مباشرين. هذه الجهات كلها تكون على طاولة الاجتماع في هذه اللجنة، بحيث نستطيع أن هذا الصندوق أن يقوم بدوره الفاعل والنشط في إعادة جدولة الأنشطة العقارية المتعثرة، بحيث تعطيه فترة سماح للسداد، حفاظ أيضا على أموال المستثمرين والمتعاملين مع المطورين العقاريين. كل هذه النقاط الحقيقة يجب أن تدرس من خلال الصندوق دراسة وافية، وأعتقد أن حكومة البحرين جادة في إقامة مثل هذا الصندوق الذي سيكون داعما للنشاط العقاري البحريني. لا شك أن مملكة البحرين مثلها مثل باقي الدول مجلس التعاون التي تأثرت بالأزمة المالية من 2008، وهي ما اختلفنا فيه، لكن يمكن الأزمة السياسية أكثر أثرتها من بعد الأزمة المالية في هذه. لكن الحمد لله رب العالمين، يمكن من 2012 وحنا بداية 2013 هناك انفراجات في الأزمة السياسية في البحرين، نرى أن قليل من الحوار، قليل من الأمور اللي قاعد تتغير في بعض الأشياء، فيها بوادر طيبة. القطاع العقاري لا زال هناك عنده مثل ما تقول نقطة أمل وتفاؤل فيها بسبب وجود تشريعات عقارية تحمي المستثمرين. فالمستثمر سواء بحريني أو خليجي لا زال عنده أمل في القطاع العقاري في البحرين بسبب وجود يمكن قوانين وتشريعات تحمي، ودائما رأس المال تحتاج إلى قوانين وتشريعات يمكن حماية له. مملكة البحرين وفرت هذه القوانين يمكن من 50 سنة، والمستثمر سواء كان بحريني وخليجي وشركات موجودة في البحرين تعمل بمنظوم هذه القوانين. يمكن هذا الشيء اللي شجع أكثر المستثمرين للتعامل للحين في مملكة البحرين. الأزمة السياسية طبعا موجودة، لكن احنا نقول الحمد لله في انفراجات في الأزمة بشكل يمكن 20%، ونتوقع إن شاء الله بتكون بما له من قدرة القيادة الرشيدة في تخطي هذه الأزمة. يمكن احنا نقول 2013 فيه شوية بوادر بتخطيها، والقطاع العقاري احنا لاحظنا خلال يمكن الربع الأول من عام 2013 فيه نمو وفي حركة. يمكن من خلال الشهرين الماضيين لحد الآن نسبة النمو في القطاع يمكن تجاوزت يمكن 90 مليون دينار إلى 120 مليون نتوقع فيها على نهاية شهر 3 إن شاء الله. فهذا النمو خلال 3 أشهر أعتبره نمو إيجابي
في الوقت الحالي بسبب مثل ما نقول احنا المستثمر او المواطن ابتدى شوي شوي يرجع مره ثانيه حق الاستثمار في القطاعات العقاريه. المطورين اللي كانوا شوي يمكن هدأوا في فترة ما ابتدوا مرة ثانية في تطوير مشاريعهم، يمكن بسبب حاجة البحرين إلى المشاريع التطويرية العقارية، بسبب آخر البنوك شوي ابتدت تسهل من عملية الاقتراض لبعض الشركات المطورين اللي يمكن بعد دراسة مشاريعهم تعطيهم مرة ثانية قروض ميسرة، تواصل معاهم عملية تمويل تلك المشاريع اللي كانت متعثرة، ويمكن للحين لازلنا نقول في مشاريع متعثرة لكن قاعد يتم تطويرها من خلال يعني مثل ما تقول آلية القوانين الجديدة في البحر راح تصدر إن شاء الله خلال 2013. يعني بعد الأزمة الاقتصادية تأثرت جميع الدول يعني سواء خليجية أو غير خليجية، والدليل على ذلك اللي صار في دبي يعني التراجع والديون. إنما البحرين يمكن لأن اقتصادها أقل طبعا من الدول الأخرى فتأثرت أكثر، لكن لا زال القطاع العقاري له حيز كبير في القطاع الاقتصادي. واللي يمكن في رأي أن يعني صار انكماش وأن توقف، لا، أنا أمارس العقار من 35 سنة أتعامل في العقار، لا زال في تبادل، يمكن قل، يمكن ما في ذاك الزخم الكبير اللي كان موجود، إنما لا زال فيه، لا زال فيه تبادل عقارات بين الخليجيين والبحرينيين وفي صفقات وفي كذا. طبعا مثل ما قلت إن حجمها أقل، وأنا لاحظ بعد إن في أواخر السنة الماضية وبداية السنة 2013 بدأ فيه نوع من الانتعاش في القطاع العقاري وخاصة القطاع السكني، وأن بدأت تصير تسهيلات وتشجيع من الدولة على أساس أن الاستمرار لأنه يمثل شيء مهم جدا في الناحية الاقتصادية وخاصة المناطق الآمنة، فصار فيها ارتفاع في بعض المناطق. يعني أقدر أقدر أن ارتفاع في خلال سنة واحدة في بعض المناطق 30% وبعض المناطق 20% وبعض المناطق صار فيها 15%. كذلك أيضا القطاع الصناعي، القطاع الصناعي ما تأثر ذاك التأثير، يمكن ربما لقلة المعروض وحاجة السوق إلى الأشياء الصناعية. لكن سيد سعد، إجمالا في جميع مناطق البحرين القطاع العقاري ما زال متضرر، لا يمكن أن نطلق عليه أنه متعافي الآن. ما أقدر أقول لك إن طبعا انتعاش قوي، إنما بداية انتعاش، بداية حركة عقارية، لأن الإنسان ما يستغني عن العقار، ومثل المثال اللي يرددون الكل اللي هو يمرض لكن ما يموت. طيب. الحاجة للماسة لكافة الأشياء، هو بحاجة إلى مدارس، إلى سكن، إلى مستشفيات، إلى طرق، إلى عقار. وبعدين في حاجة ثانية، النشاط اللي تقوم به وزارة الإسكان، وزارة الإسكان قاعدة يعني نشاط غير مسبوق من قبل، واستملاك قطاعات كبيرة من الأراضي وتعويض أصحابها، وهذه أظن هذه يدر أموال على أصحاب العقارات ويخليه في انتعاش. هناك عدد من المشروعات العقارية الضخمة في البحرين عاودت العمل على أرض الواقع مؤخرا بعد سنوات من الترقب والانتظار. من أهم هذه المشروعات العقارية الكبرى مشروع جزيرة دلمونيا. المزيد في اللقاء التالي. أعلننا عن إرساء مناقصة المرحلة الأولى للبنية التحتية لمشروع دلمونيا، يشكل نقلة نوعية بالنسبة للمشروع. طبعا هذا المشروع عملنا عليه منذ عدة سنوات. المشروع طبعا يقع على منطقة في شمال شرق جزيرة المحرق، وهي منطقة استصلحت من البحر وانتهى الاستصلاح في 2010، ولكن منذ ذلك الحين لم نبدأ بمشاريع تطويرية على الجزيرة التي تم الانتهاء من عملية استصلاحها وعملية الحماية الصخرية.
إلا هذا الوقت نظرا لعدة أسباب، أهمها طبعا الأزمة الاقتصادية التي مرت على منطقة الخليج، وفيما بعد طبعا الأزمة السياسية التي مرت على البحرين. إلى أي مدى سيد محمد القطاع العقاري مطمئن الآن لمعودة العمل فيه، أو مشجع لبداية العمل على استثمارات كبرى مثل مشروع دلمونيا؟ صحيح، طبعا قطاع العقارات في الوقت الحالي نستطيع أن نقول أنه مع بداية 2013 القطاع العقاري بدأ نقلة إيجابية، أو ربما نستطيع أن نقول عودة الروح إلى القطاع العقاري في البحرين، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن البحرين من خلال بعض المبادرات القائمة في البلد تخطت الأزمتين، نستطيع أن نقول الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، وهناك مبادرات حاليا قائمة لتخطي الأزمة السياسية التي مرت فيها البحرين خلال سنتين الماضيتين. القطاع العقاري بدأ ينتعش مع نهايات العام الماضي، وهذا يعني نستطيع أن نتلمسه من خلال حجم التداولات في القطاع العقاري، وشهدت التداولات من بداية هذه السنة ارتفاعا ملحوظا، وبالتالي نستطيع أن نقول أن البحرين تخطت الأسوأ فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وفيما يتعلق بالوضع العقاري في البلد. هل الحصول على تمويلات لمشروع مثل دلمونيا، مشروع عقاري ضخم، الآن البنوك من الممكن أن تكون تخطط تحفظاتها أو المستثمرين في ضخ أموال للمشروع، وهل تغيرت الكلفة التقديرية للمشروع الآن بعد حوالي سنتين أو أكثر من التوقف والانتظار؟ الكلفة الإجمالية للمشروع عندما ينتهي سوف يكون في حدود 1.6 بليون دولار، ارتفعت هذه التكلفة عن التكلفة الأصلية قبل 5 سنوات. طبعا هذه الاستثمارات نتوقع أن تضخ في مشروع دلمونيا خلال 12 سنة القادمة وليس دفعة واحدة. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل مع حلقة أخرى من عين على البحرين. لكم منا خالص التحيات.